60 ثانية فقط كفيلة بإضافة 4 مواليد جدد في مصر، رقم قل أو كثر في دول أخرى، ولكنه مؤشر لا يمكن غض الطرف عن انعكاسه على معدل الزيادة السكانية وما يمكن أن يضيفه من قوة بشرية، أو على العكس تماما قوة تلتهم أي جهد تنموي. ومن هذا المنطلق جاء مؤتمر مصر العالمي للسكان والصحة والتنمية. اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون ايضا هو شكل اخر من اللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت ان هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. واحنا هنا على سبيل المثال في القارة الافريقية بنتكلم ان احنا في خلال سنوات قليلة هنصل لاكتر من 1.5 مليار او 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في افريقيا ضخمة جدا، ولكن لا تستطيع ان تفعل يعني انها تساهم في ده. الإنجاب حق أصيل بحرية كاملة لا تنكرها الدولة على مواطنيها، ولكن لكل حرية مسؤولية موازية وحافظة لها. وفي كلمته أمام المؤتمر أوضح الرئيس السيسي أثر عدم الالتفات لتلك المسؤولية من كل أسرة تقف عند حد الإنجاب غافلة ما يترتب عليه من حق في الصحة والتعليم ومن ثم التوظيف والعيش حياة كاملة كريمة وإنسانية وآدمية. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس يعني قد لا تكون يعني مدركة بحجم وحجم التحدي. طب ما هو في النهاية المجتمع كله والدولة المصرية بتدفع الثمن، وأنا لما ما عملتش تعليم جيد هيبقى فرصة التشغيل الجيدة متاحة؟ لا. طب لو ما بقدمش صحة جيدة المواطن ده هيعيش حياة جيدة؟ لا. طب لو ما عنديش تشغيل مناسب هيبقى المواطن ده بيشتغل اي شغلانة يدوبك تسد حاجاته الاساسية؟ هل ده معقول؟ وخلال كلمته اكد الرئيس السيسي ان عدم الالتزام بمسؤولية الانجاب ادت لاحتياج الدولة الى 400,000 مولود فقط بدلا من 2 مليون مولود سنويا، حتى لا تتآكل وتتقلص قدرات الدولة وتضحى المفاهيم مغلوطة ما بين عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها وبين عدم رغبتها في ذلك، والذي تبلور مثاله في عام 2011. التغيير في مصر هيتحقق بان احنا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل سويا بفهم ووعي من اجل تنظيم قدرة الدولة دي على عدد سكانها، لكن مش ابدا بان انا اقول ايه طب زي ما حصل كده في 2011 طب نعمل ثورة. الله، احنا بنتكلم في النمو السكاني هنا وانت بتتكلمني في حاجة تانية؟ لا لا لا، ده الاتنين في ارتباط بينهم تماما، لان لو ما كانش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة ديت ما كانتش الناس حست ان مفيش صحة كويسة، مفيش تعليم كويس، مفيش تشغيل كويس، مفيش دولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقية لمواطنيها. ولهذا جاءت جهود الدولة في مجالات عدة ما بين البنى التحتية والمدن الجديدة والمبادرات الصحية والتوعوية والاستراتيجيات، وأحدثها استراتيجية الدولة الوطنية للسكان لعام 2023، والتي تسلم الرئيس السيسي نسخة منها من قبل وزير الصحة، والذي عرض ملامح هذه الاستراتيجية على منصة المؤتمر. اعتمدت هذه الاستراتيجية على اعتبار السكان هو عنصر هام من قوة الدولة الشاملة، وايضا اعتمدت على حق الاسرة في تحديد عدد ابنائها وهذا هام جدا، وايضا مسؤولية الدولة على توعية الافراد والنصح والارشاد لمعدلات الانجاب ودمج المكون السكاني في خطة التنمية وتوفير البيئة المحفزة واللامركزية في ادارة البرامج حتى يكون هناك مشاركة من كافة المحافظات بمتابعة القضية السكانية داخل القرى والنجوع والمراكز في داخل المحافظات، مع الاهتمام التام بالقيم الدينية والثقافية الداعمة والمخصوصة للمجتمع المصري. الرئيس السيسي شهد أولى جلسات المؤتمر الحواري حول السكان والرعاية الصحية، حيث عرض وزير التخطيط والمالية ما تم من تقدم في المجال الصحي من خلال الاستثمار في خصائص السكان وبرامج الخدمات الملباة بنسب أعلى والوعي الثقافي الكبير والمنظومة المميكنة لعمل استهداف اقتصادي واجتماعي لتقديم خدمة أفضل. وكان تعقيب الرئيس السيسي أن هذه النجاحات لم تتحقق سوى بالتعاون بين الحكومة
والشعب والعمل سويا للوصول لمعدلات النمو المرغوبة. رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن أقدر أقول لكم إن إحنا بذلنا جهد كبير جدا، مش إحنا كقيادة أو كحكومة، لا، كدولة مصرية بشعبها، كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات، من أجل إن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر، والذي يضم 39 عارضا في مجالات مختلفة كالإنشاءات والتكنولوجيا والأدوية، ليكون المؤتمر في نسخته الأولى منصة واعدة تسلط الضوء على السكان صحيا واجتماعيا ومن ثم تنمويا، فلا تنمية دون مواطن يتمتع بصحة جيدة وتعليم وتوظيف جيد يضيف به لجودة حياته وأسرته ومن ثم دولته. سارة متولي، التلفزيون المصري. لا تنمية دون مواطن صحيح، وبالتأكيد رباط قوي جدا بين القضية السكانية والصحة والتنمية، والرئيس السيسي يؤكد على الدوام بأن العقبة الرئيسية أمام تحقيق التنمية المنشودة هي الزيادة السكانية. بالتأكيد يعني يجب أن يكون هناك مقاربة شاملة للتعاطي مع هذه الظواهر لوصولا إلى تحقيق تطلعاتنا المنشودة. بوجه التحية لضيفتي عبر الهاتف دكتورة رندا فخر الدين، أمين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. مساء الخير دكتورة رندا. تحياتي لحضرتك يا فندم. يعني كيف يمكن أن نصل إلى معدلات النمو المنشودة على ضوء المعطيات الأخيرة وبناء على تجارب مصرية عديدة مستقاة في الصمود أمام كثير من التحديات؟ يعني أعتقد أن التوجه الجديد للدولة المصرية وبالتحرك اللي عملته مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بأن احنا نبتدي نشتغل على المواطن المصري وعلى وعيه وعلى احساسه بالمسؤولية تجاه النتائج اللي بتحصل من الزيادة السكانية. اعتقد ده هو اللي ممكن يجيب معانا نتائج قوية جدا، ويبتدي يحصل تناقص فعلا في الزيادة السكانية، لان الخطوات السابقة او التجارب السابقة لينا ما جابتش النتائج اللي كانت مأمولة ابدا، لما اعتمدنا في شغلنا كله على ان احنا نقدم خدمات تنظيم الاسرة، او ان احنا نوعي بوسائل تنظيم الاسرة، او ان احنا حتى نوفر اطباء. كل ده ما جابش النتائج اللي احنا كنا بنتخيلها، لان في الاخر اصبح المواطن حاسس بان هو مش ده دوره، وان ده دور الدولة، وان الدولة مقصرة في حقه، وان هي ما بتقدملوش خدمات كفاية، واصبح التعليم مش كافي ومش بالجودة اللي هو محتاجها، او الصحة مش بالجودة اللي هو محتاجها، ومش حاسس ان هو مقصر. لكن مع الوجه الجديد للدولة، وان احنا ابتدينا لا، انت دورك فين بقى يا مواطن؟ فين انتاجك انت كدور كإنسان منتج في الدولة دي عشان نرفع النمو الاقتصادي ويصبح على الاقل 4%؟ ايه ملامح ادماج المواطن في المنظومة المصرية كما تتابعينها حضرتك على مدار السنوات القريبة الماضية؟ الوعي ابتدى يبقى فيه شغل على الوعي بتاع المواطن، ابتدى يبقى فيه مشروعات بتستهدف المواطن وتستهدف تمكين المرأة. مع تمكين المرأة ده جزء مهم جدا، لان انا ابتدي اشغلها بمسؤوليات تانية غير الانجاب، هو ده اللي هيخليها تفكر في نفسها، تفكر في المستوى الاقتصادي لأسرتها، تفكر اذا كان عندها مشروع انها عايزه تنجحه. فبالتالي ما يبقاش اهتمامها الوحيد انا عندي كام طفل، لا، اهتمامها ان هي في عندها اسره محتاجه ان مستواها الاقتصادي يبقى احسن، عندها كيان لازم تبتدي تفكر فيه زي ان هي الكارير بتاعها او المستقبل بتاعها بتكونه ازاي. كل ده اصبح اهتمامات مختلفه للمراه، فبالتالي ما بقاش تركيزها الوحيد
هو عدد الابناء بتوعها او هو ده. طيب يا فندم، لو هناخد مثال او نموذج بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه بابعادها الاجتماعيه والاقتصاديه وما قدمته طبعا للمواطن والفئات الاولى بالرعايه، يعني ازاي ممكن تكون فعلا معلم واضح جدا في هذه الخطه طويله الاجل والمتكامله اللي يوم بعد يوم يعني بنجني ثمرها المنشوده لتحسين جوده الحياه للمواطن المصري ارتقاء الى تحقيق التنميه المستدامه كما ينبغي ان تكون؟ لما المواطن هيشوف ان الدوله ابتدت تتعب قوي عشان تحقق له احتياجاته، لما الدولة بتحاول ان هو تعيشه فعلا حياة كريمة وفي نفس الوقت هي بتقول له انت عليك دور بقى، ودخول المجتمع المدني بشكل قوي في الفترة الأخيرة هو ده المهم، لان دور المجتمع المدني هو بناء الإنسان. دور المؤتمر كهمزة وصل ووسيلة مثلى لإيصال كثير من الرسائل الإيجابية في مثل هذا التوقيت، كيف تنظرين إليه؟ طبعا ده مهم جدا، مش بس ايصال رسائل، لا كمان تبادل خبرات مع طبعًا الدول الاخرى. كمان احنا بنوري للدول الاخرى ان احنا عندنا القدره على ان احنا نغير الخطط اللي احنا بنعملها ونجدد الخطط ونطورها، وكمان ان عندنا منتجات نقدر نصدرها للدول الاخرى، وده بيزود من النمو الاقتصادي بتاعنا. يعني مصر هتبتدي تدخل في مجال التصنيع سواء في وسائل الاجهزه الطبيه او في وسائل تنظيم الاسره، في حاجات كتيره قوي هنبتدي ندخل فيها. فمؤتمر زي ده هو بيفتح لنا اسواق جديده. فوجود مؤتمر ده وخاصه مع يعني كلام سياده الرئيس ان هو يبقى مؤتمر سنوي، طبعا دي حاجه هايله. ازاي دكتور رندا المؤتمر ده بيشكل فرصه للتعريف بالتجربه المصريه مع الزياده السكانيه سواء سلبا بالنظر الى يعني ما تشكله هذه الظاهره او هذه القضيه من قنبله موقوته حتى وقتنا هذا، او ايجابا من خلال تعاطيات الدوله المصريه معها حتى هذه اللحظه يعني الحراك النسبي على الاقل اللي تحقق من خلال كثير من المبادرات والمشروعات اللي كانت بتضع نصب عيونها كهدف اول اسمى وهو بناء الانسان المصري والاستثمار في البشر. الفتره الاخيره حصل تناقص في الزياده السكانيه او في معدلات الزياده، وده دليل ان احنا ابتدينا نشتغل صح. يعني احنا كان عندنا في اخر في 2014 كان النسب بتقول ان احنا بنزيد 2.5%، احنا دلوقتي بنزيد 2.1%، فمعنى كده ان حصل تناقص، ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. فده يخلينا ننظر نظره ايجابيه للتوجه اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. احنا صحيح ما تناقصناش بالشكل اللي احنا نتمناه، بس معنى كده ان احنا ماشيين في الطريق الصح. معنى كده ان احنا محتاجين نشتغل اكتر، نشتغل كلنا، نشتغل مع بعض، ويبتدى المشروع تنمية الأسرة المصرية يبتدي يشتغل بشكل أكبر مع قطاعات أكتر، يبتدي نشتغل بشكل أكتر على الشباب وخاصة المقبلين على الزواج، لأن هم دول اللي هيجيبوا لنا الأعداد الكبيرة. صحيح. جديدة. فلازم نشتغل عليهم بشكل أكبر ومخطط أوسع، ما يبقاش بنشتغل على مستوى اعداد بسيطه. ده خليني اسال حضرتك برضه سؤال مهم جدا دكتور رندا، الصيغه التكافليه لعمل الاطراف المعنيه وصولا الى تحقيق تطلعاتنا واحلامنا، بمعنى دور الفرد ودور المجتمع المدني ودور رجال الاعمال والمسؤولين وغيره، ازاي ممكن يحصل يعني هذا التزامن وهذا التكامل في الجهود المبذوله والدروس المستفاده يمكن من التجارب اللي مرينا بها على مدار السنوات الماضيه؟ اعتقد ان الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه حطت الجزء ده نصب عينها اثناء يعني وضعها، لان احنا الاستراتيجيه السابقه للاسف كان فيها اخطاء كثيره جدا، والخطه التنفيذيه بتاعتها لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح. فلما اتحطت الاستراتيجيه الجديده لا ابتدى يتم وضع دور لكل حد من اللي ممكن يكون مشارك، سواء على مستوى المواطن، على مستوى الاعلام، على مستوى المجتمع المدني، كل حد لازم يبقى له دور، مستوى الوزارات المختلفه. يمكن النهارده قالت كلمه من سياده الرئيس مهمه جدا وكنا بنطالب بيها من سنين طويله قوي، وهي اين دور المجلس القومي للسكان
وازاي يتم حوكمه القضيه السكانيه بشكل صحيح. كون النهارده سياده الرئيس وجه تكليف مباشر لدوله رئيس الوزراء بان يكون المجلس القومي للسكان تحت قيادته، دي شيء كان يعني فعلا احنا كنا بنطالب بيه من سنين، ان يكون في جهه محدده مسؤوله عن القضيه السكانيه، وان انشال المجلس القومي للسكان من تحت مظله وزاره الصحه ده قرار رائع هايل فعلا، كان لازم يتاخد من سنين طويله جدا، لان هنا اقدر احاسب كل الجهات بشكل صحيح، اقدر اقول لكل مؤسسه او كل وزاره او كل جهه تشارك في الاستراتيجيه القوميه للسكان انت عملت ايه في دورك في الاستراتيجيه. هنا سيجي آليات المتابعة والمحاسبة، ودي طبعا مسألة بالغة الأهمية، وإن شاء الله يعني نحقق أشواط أخرى في التمكين اللي بيحمل كثير من الأطراف المستهدفة والدلالات بأن الدولة المصرية دوما بإذن الله تكون قدر التحدي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتورة راندا فخر الدين أمين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لمشاهدينا الكرام متابعة لهذه الحلقة من منى القاهرة، وأيضا لفقرتنا الإخبارية المتنوعة على شاشة قناة نيل الأخبار. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.